هاي يا أحلى متابعين بالعالم، واليوم رح أتحدى منى تعمل الإفطار كله. طبعاً مش اليوم، بكرة. اليوم إحنا فطرنا وخلصنا يعني، بس بكرة رح نصحى من الصبح، منى رح تعمل كل شي برمضان. هي رح تحضر سفرة الإفطار. طيب يا منى، شو بدك تحضري لنا على إفطار بكرة؟ أول شيء we're gonna get iced coffee. أوكي، منى بدها تصحصح أول، بدها تجيب آيس كوفي. طبعاً إحنا خلصنا إفطار اليوم، أنا عملت الإفطار اليوم وأكلنا وخلصنا، فهلأ جينا وإحنا بنفطر. خطر لنا شو؟ إن بكرة منى تحضر لنا إفطارنا. فقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوا تعملوا وعلامة الجرس. طبعا اول شيء بدنا نجيب ايس كوفي قبل ما نروح على يعني على السوبر ماركت نجهز اغراض افطار بكره. ف هلا احنا هلا دخلنا رح نجهز اغراضنا لا افطار بكره، ومنى رح تحضر لنا الافطار، فخليكم معنا بفلوج اليوم وبكره. شو يا منى، ما قلتي لنا شو بدك تعملي لنا بكره على الافطار؟ خليني اقول لكم، هاعمل تاكوز ونودلز. نعم، بدك تفطرينا تاكوز ونودلز يا منى؟ شو هالافطار هذا يا منى؟ احنا صايمين. طب انا شو رح اكل؟ اتوني ما في كيمتشي. شو رح اكل انا يا منى؟ ما في لايت. هذا بيفطر نودلز، هذا اللي بدك تحضري لنا اياه بكره. تاكوز لحمه. تاكوز كمان. طب اوكي، اذا فيها لحمه باكل لحمه. وشو كمان رح تعملي لنا؟ بدك تفطرينا تاكوز يا منى. صلصه والسيزنينج. يعني بكره تاكوز ونودلز. اي نوع اطيب؟ خلينا نشوف. هذا زاكي كم حبه بتيجي؟ 10 بكفوا صح؟ بكفوا. يلا حطي. لا لا، لازم صلصه مع التاكوز. عادي هاي نجيب. لا يكي يا منى، بنعمله فريش بالبيت. شو رايك نجيب هاي صلصه التاكو؟ هاي طيبه، بنجيب هاي. لا، وي اوريدي هاف صلصه. ما عندنا صلصه التاكو يا منى. عندنا صلصه. فهيك شوفوا شو حطينا، اشياء لمنى تعمل لنا بكره افطار. منى بتدور على الكيمتشي. يعني بكره يا منى انت رح تدمجي الاكل المكسيكي على الاكل الكوري. ويلا هيك جبنا الاغراض لافطار بكره وبنشوفكم بكره. فيلا واخيرا بكره منى رح تحضر لنا الافطار. وهيك جهزنا اغراضنا لافطار بكره. اوكي اول شيء وي غانا ويك اب، هنحصل الصالون، هنقص شعرنا تريمينج، وبعدين هاعمل ماي نيلز. هنرجع على البيت، ماما هتسول هالفود، وانا بس يصير 3 اوكلوك بعمل الافطار. بعمل التاكوز، بس النودلز بعمله 4 اوكلوك. لا، النودلز اعمليه 6 اوكلوك عشان ما يبرد، يعني عشان اسكى هيك وقت الافطار يكون سخن وفريش، وبعدين بناكل. اوكي يلا هلا رايحين على البيت، رح ننام ونتسحر. نشوفكم بكره لما منى تحضر الافطار. شوف، هلعب with my Nintendo Fortnite. Guys اكتبوا بالتعليقات if you want my account for Fortnite. لا I'm joking. وهلا رح نبلش نحضر الافطار. شو يا منى، اول شيء رح نبدا نعمل الشوربه. No. اول شيء الشوربه، بعدين السلطه، وبعدين بنعمل الاكله. فهلا من منى، قولي لنا يا منى شو قاعده بتعملي. شو و ذا بيك تاكو. هلا هاي خلطة التاكو. شو راح تعملي هلا؟ احط التاكو هلا. هاي السبايسز. هنحط منى، ما حدا سامعك على فكرة. هلا هنحط السبايسز. احط كلهم.
فهيك قاعدين بنعمل شوربة الدجاج ومنا بتعمل خلطة التاكو. هنحط الصلصة. اوكي رح نحط 5 معالق شوفان على الشوربة. شوفوا لسه رح نخليها تغلي. دجاج وشوفان وذرة. لا هنحط الصوص للتاكو بس كتير. هلا بنعمل الجواكامولي. هلا عم بعصر الليمون. شو حطيتي هون؟ بصل، بندورة، افوكادو، لايم وملح. نسينا نحط ملح. هلا لازم تضلك تعملي هيك وتهرسيهم منيح. يلا. Can you do this؟ اوكي. بس لازم نحط ملح. وبصل اخضر؟ لا. واو هيك الجواكامولي جاهز، هنحطه بالثلاجة لقبل الافطار. هاي منى رح تعمل طاولة. يوم الاكل، وامتى رح نعمل النودلز؟ before الاذان. هلا هنحط ذا لحمة. النودلز راح نجهز النودلز والمشروم. وجايز يو نو ذا صوص جو تو جانك. اوكي راح اساعد منى ونحط الجبنة على التاكوز. هلا بنحط الجبنة. وهي كريستال يوم جاي عنا تفطر معنا. هيك حطينا الساور كريم والافوكادو والجواكامولي والصلصة للتاكوز. هيك النودلز جهز. مشروم انوكي. هاي شو هتعمل؟ هذا المشروم. هاي الشوربة عم تغلي. هلا هنحط الفتوش. وهيك سفرة الإفطار. فأول شيء شوربة الدجاج والذرة والفتوش نودلز وفطيرة الدجاج ومعجنات تبولي يومي. ثانك يو منى، يسلم ايديكي على هالطاوله اللي بتشهي. وهلا كريستال طبعا رح تحكم شو رايها باكل منى. يوم يوم كثير جوعانين احنا اليوم. هي منى يسلم ايديكي على افطاري امبارح، كثير انبسطنا على الاكل اللي حضرتيه كله والسفره كانت بتجنن. واليوم عشانك يعني تغلبناك امبارح وتعبتي وحضرتينا الافطار، اليوم رح اعزمك على افطار برا. ياي هلا رايحين على الافطار اليوم عشان منى امبارح عملت لنا الافطار وغلبت حالها، فاحنا اليوم حبينا نكافئها وناخذها على افطار اليوم. احنا اكلنا وخلصنا وما صورنا لكم ولا شيء. وهيك كان فيديو اليوم، روحنا على البيت وقاعدين بنجهز للسحور. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك. عملت بوكي وانا عملت لك، انا عملت الفلاور. هذا منى عملت. اذا حابين ننزل لكم وصفه التابوكي اكتبوا لنا بالكومنت. يلا واذا حابين نعمل لكم تجهيزات العيد كمان اكتبوا لنا بالكومنت. باي.